السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق الأكوان، والصلاة والسلام على رسول الله طب القلوب وحب الرحمن، نيابة عن مؤسسة المحبة وشبكة إعلام أهل السنة أهل السنة ميديا بأمريكا، نرحب ونهنئ إخواني المسلمين بأوكرانيا بمناسبة المؤتمر السادس المنعقد بالعاصمة يوم الجمعة المقبل لمسلمي أوكرانيا، الذي يستضيف ما يقرب 4000 مندوب من شتى أنحاء البلاد، وذلك لتقويم المرحلة بين 1992 إلى يومنا هذا، والتطلع إلى مستقبل أفضل وأخذ مشروعات لبناء المجتمع. أرحب أوكرانيا شعبا وحكومة على هذه المناسبة التاريخية. أشكر الله سبحانه وتعالى على ما قدم به العلماء والصلحاء لمسلمي أوكرانيا وأبناء بلدهم، كما أشكر كل من ساهم في بناء هذا المجتمع العظيم. أشكر شيخنا الشيخ أحمد تميم حفظه الله تعالى، المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا، كما أشكر جميع المشايخ والمشاركين من رجال الدولة ورؤساء الطوائف من الديانات الأخرى والوزراء والسفراء، أشكر الجميع. إخواني أحبابي، نحن المسلمين في أزمة وفي ظروف صعبة نطق فيها الحديد وساد فيها العبيد، قرب فيها الغريب البعيد وأكرم فيها الظالم العنيد. الأيام تغيرت والسياسات تلونت والمصالح هي الأخرى تسببت، وأمة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله شرقا وغربا تألمت، والوجوه لأولياء الأمور فينا تنكرت، والأمة المسلمة المعززة تخلفت. أصبح المسلمون منهزمين نفسيا، منهزمين اجتماعيا، منهزمين سياسيا، وإن أهم أسباب الهزيمة حب الدنيا. إن أهم أسباب الهزيمة هو حب الدنيا. في مثل هذه الظروف أذكر نفسي وإخواني بأن منظومة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدنيا هي الحب والسلام، هي الحب والسلام. منظومة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم
هي الحب والسلام، فهو نبي المحبة ورسول السلام. إن أول شيء عرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم به ووصى به الناس أول مقدمه المدينة المنورة هو المحبة والسلام. أول شيء تكلم به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المدينة المنورة الحب والسلام، المحبة والسلام. روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم انجفل الناس قبله وقيل قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه أحمد أيضا والترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. وأورد البخاري في الصحيح معلقا وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. فبالحب والسلام أيها الإخوة والأخوات نقود الأمم والعالم، وهذه هي سر رسالة رسول الحب والسلام. وأختم كلمتي هذه سائلا الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد وجهت يا أملي إلى جنابك قلبا سالما ويدا، فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من وردا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.